تبرير المعتقدات الدينية Justifying Religious Beliefs. من الممكن تصنيف النظريات اللي بتوصف العلاقة بين الإيمان والعقلانية لفئتين رئيسيتين، على جانب أصحاب رؤية إن العقل لابد من استخدامه لتبرير وتأكيد الإيمان، من الممكن إننا نطلق على الرؤية دي وجهات النظر العقلانية، محاولة البحث عن أدلة عقلانية على وجود الله أو البعث أو الحياة بعد الموت، أو محاولة تحقيق عقلانية لمعتقدات الفرد في الداو أو الدارما، كلها أمثلة للتحقيق العقلاني. لكن على الجانب الآخر هناك المنكرين لأن العقلانية أو التحقيق بالدليل العقلاني من الممكن أو المفروض استخدامه لتحقيق أو تبرير المعتقدات الدينية، من الممكن أننا نطلق على الرؤية دي وجهات النظر الغير تحقيقية non-evidential. أصحاب الرؤية دي مش بينكروا المعتقدات الدينية أو ممارستها، لكن بينكروا فكرة أن وجود معتقدات دينية عند الفرد بيعتمد على وجود أسباب أو أدلة عقلانية داعمة للمعتقدات دي بشكل مجرد. في الحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين اتعرضنا لمجموعة من صور مدرسة وجهات النظر العقلانية اللي حاول أتبعها استخدام العقل، الحجج المنطقية وأحيانا الدين لإثبات أو تبرير معتقداتهم الدينية، زي وجود الله، تبرير وجود الشر أو الحياة بعد الموت. هنركز في مناقشتنا هنا على مجموعة من صور المدرسة الغير تحقيقية اللي بتنكر ضرورة اعتماد المعتقدات الدينية على الأدوات العقلية والمنطقية. الإيمانية Theism. طبقا للمدرسة الإيمانية، استخدام المنطق أو العقل لتقييم المعتقدات الدينية دائما فكرة غير لائقة. الإيمان بالنسبة لهم كائن غير محتاج لتبرير عقلاني. في الحقيقة إن أتباع المدرسة الإيمانية بيعتقدوا ويحاولوا إثبات إيمان الفرد أحياناً قد يكون مؤشر على نقص إيمان الفرد. يمكن أحد أهم أعلام المدرسة الإيمانية الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد اللي عاش في محيط مسيحي في الدنمارك، حيث الأعمال الفلسفية لهيجل كانت منتشرة ومؤثرة ثقافياً على نطاق واسع. طبقاً للرؤية الهيجيلية، تاريخ العالم من الممكن رؤيته في إطار كل من المنطق والعقل، أو الشعار الهيجيلي الشهير الحقيقي هو العقلاني والعقلاني هو الحقيقي. The real is the rational. The rational is the real. هيجل تصور أن العقيدة المسيحية كتمثيل أسطوري للوجود الإلهي، لكن التحليل العقلاني لها بيظهرها كالوعي الديني في أقصى صور تطوره. هنناقش الفلسفة الهيجيلية بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة الفلسفة الكلاسيكية Classical Philosophy. كيركغارد لاحظ أن وجود الفرد المسيحي في مجتمعه نتيجة لتأثير الأفكار الهيجيلية وغيرها لم يعد تجربة فردية من التأمل والغوص الروحاني والولاء والاتقاد الإيماني، لكن تحول لمجموعة من المعتقدات اللي أصبحت بتتكون عند الفرد من خلال الجدليات والأدلة العقلانية. لكن عند كيركغارد الدين الحقيقي ليس تجربة حسابية عقلانية منطقية بردة بتجاوب على الأسئلة المنطقية والإشكاليات النمطية بصورة منظمة خالية من الناحية الإنسانية الفردية، لكن على العكس هي تجربة حسية عاطفية استحوازية بتشمل كيان الفرد تماما، كالعلاقات الحميمة بين العشاء. واعتقد أنه لا يوجد أدلة قاطعة على الإيمان الديني، وحتى إن وجدت الأدلة فإنها غير مفيدة لتطوير الإيمان الحقيقي. أو زي ما كيركغارد عبر عن الفكرة ببلاغة منقطعة النظير في أحد أهم أعماله اختتام الحاشية الغير علمية Concluding Unscientific Postscript اللي نشره سنة 1846، وكان رده على المدرسة الهيجالية وأفكارها متمثلة في أهم أعمال هيجل علم المنطق Science of Logic اللي نشره سنة 1812، وقال اليقين يتربص على باب الإيمان وهدد بالتهامه. علاوة على جداله أن المعتقدات الإيمانية الممثلة في الديانات مثل وجود إله متناهي الوجود كامل الكمال بتحتوي على مفارقات منطقية وعقلية بتتخطى حدود العقل والمنطق، في حين أن الإيمان الحقيقي ينطوي على قفزة إيمانية. فالعلاقة بين المخلوق والخالق كعلاقة المنتهي بالمتناهي لابد لها من قفزة إيمان لعبور الفجوة بين المحدود والمطلق، الفجوة اللي من غير الممكن عبورها عن طريق العقل أو المنطق. اختيار الإيمان بيتطلب تعطيل المنطق والعقل،
لأنه بيأكد شيء أعلى من العقل والمنطق وبيصنع التزام حياتي. التأكيد والالتزام الحياتي ده بيظهر من خلال الخيارات الوجودية اللي بيصنعها الفرد بشكل دائم خلال حياته، أو زي ما عبر كيركغارد ببراعة عن الفكرة في اختتام الحاشية الغير علمية وقال: الإيمان هو بالضبط التناقض بين العاطفة اللانهائية infinite passion للفرد وعدم اليقين الغير موضوعي objective uncertainty. لو كنت قادر على استيعاب الله بموضوعية فلن أؤمن، لكن على وجه التحديد لأنني لا أستطيع القيام بذلك يجب أن أؤمن. كيركغارد عاش وكتب داخل إطار التقاليد المسيحية، لكن الإيمانية من الممكن تقفي آثارها في كل التقاليد الدينية على تنوع ثقافات وحضارات مهدها. على سبيل المثال مصطلح سرادا في مدرسة السرفادا والمايانا البوذية بودويزم هي تعبير عن قبول تعاليم بوذا قبل وجود حق الفرد في الفهم وبالتبعية حقه في التفكير. دخول طريق الحق الثماني في البوذية بيتطلب خطوة إيمان بدون عقلانية أو أدلة. لكن أحد أهم الاعتراضات على المدرسة الإيمانية في عالم متعدد الثقافات الدينية، إزاي من الممكن أننا نحدد أي دين أو مجموعة من المعتقدات الدينية لابد أن الفرد يلتزم بها؟ في الحقيقة فلسفة المدرسة الإيمانية بيقدموا عدة ردود على التساؤل ده. أحد أهم الردود دي أن الأدلة على صحة أي منظومة دينية نسبية، ومن الصعب الحكم عليها إن كان من المستحيل من خارج المنظومة نفسها، وبالتالي أفضل طريقة للتقييم هو من داخل المنظومة، أي أن قدرة الفرد على المقارنة بين المنظومة الدينية المتعددة مرتبطة بقدرته على معايشة التجربة الدينية لكل المنظومات الدينية واختبار القفزة الإيمانية لها. أو رد آخر طرحه كيركغارد نفسه هو أن المنطق من الممكن أن يقدم نتيجة تقريبية في أفضل الحالات لأي المعتقدات الدينية على حق، لكن الإيمان بيكون الرغبة الشخصية واليقين الفردي. اليقين والرغبة الإيمانية دي على العكس من المنطق والحجج العقلانية بتعبر عن جوهر الإيمان الحقيقي، أو ببساطة عندما يتعلق الأمر بالعقيدة الفرد لابد أن يختار إما أن يؤمن أم لا بغض النظر عن الأدلة.